ويشرع لهم الطيبات الكثيرة الحلال، يدعوهم إلى الخير ويرغبهم فيه، وينهاهم عن الشر ويحذرهم منه سبحانه وتعالى. وهذا الدين كما بين الله تعالى في القرآن فقال: إن الدين عند الله الإسلام. الدين الحق هو دين الإسلام، وهذا الإسلام قائم على أصلين: الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع. تعبد الله وحده لا شريك له، الدعاء تسأل الله، الرجاء لله، الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهكذا تصرف جميع العبادات لله وحده لا شريك، الرجاء فيما عند الله، النذر لله، الذبح لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأي عبادة من العبادات تصرفها لله وحده لا شريك له، وتعبد الله بما شرع، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دي كلها مقدمة في إنه الآيات دي رب العزة والجلال بيّن فيها أنه ما شرع على العباد شريعة فيها الضرر، وما شرع على العباد شريعة يحتج محتج بأنها ثقيلة وأنها شاقة. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، وهؤلاء القليل الذين يوفقهم الله تعالى إذا شرع هذا الشرع. ثم بين الله تعالى مآل الذي يتبع أمره والذي يقوم بشرعه، أنه يحظى بأربع فوائد كما قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، واحد، وأشد تثبيتا، اثنين، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ثلاثة، ولهديناهم صراطا مستقيما، أربعة. والآيات دي، الآية دي ذات في العنوان ده، الآية القبلية، الآية 65 قبلية، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا الآيات دي قبلية في اتباع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبعد الآيات ذات بعد اتباع لقوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله إلى آخر الآيات من سورة النساء. فالآيات دي قبلية اتباع وبعد اتباع، معناته تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين في خمس وقفات نقف معها: الوقفة الأولى الموعظة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به،
قال السعدي رحمه الله في تفسيره لسورة لقمان: الموعظة هي الأمر مع الترغيب، والنهي مع الترهيب. يعني لو انت قلت لزول صلي، قلت له صلي، انت امرته، لكن لما تأمره وترغبه انت وعظته. لو قلت له صلي، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الصلاة دي من فوائدها كذا وكذا وكذا، انت كذا امرته ورغبته، دي موعظة. ولو قلت لزول ما تقتل، انت نهيته، لكن لما تقول له ما تقتل ولو قتلت هل بيحصل كذا وكذا وكذا من العقوبات، فهنا انت وعظته. والمواعظ في القرآن كثيرة، منها قول الله تعالى عن القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. قرآننا موعظة، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قرآن ده موعظة، قرآن موعظة، لأنه فيه أحكام وفيه ترغيب في الطاعة وفيه نواهي وفيه تنفير وترهيب من الوقوع في هذا النهي المعين. ولذلك انت تعرف انه من المواعظ القرآن. واحد من المواعظ التأمل في هذا الكون وفي حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وهذه الآية أوردها النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وعلق عليها ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شرحها وفسرها وعلق عليها: قل إنما أعظكم بواحدة، يعني عشان انتوا تقتنعوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام صادق، وأنه جاء بالحق، وأن التوحيد حق، وأن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون غيره. أعظكم بواحدة، بس أديكم موعظة واحدة. زي زول بناقش في زول وبقول له: يا أخ فلان ده زول كريم، ذاك بيقول له ما كريم، ده بقول له أنا أديك حاجة واحدة بس تثبت لك إنه الزول ده كريم، الزول ده يوم كذا وكذا حصل منه كذا وأنفق كذا وكذا وكذا. قل إنما أعظكم بواحدة، بس موعظة واحدة بتوريكم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وأن دعوته حق، وأن توحيد الله حق. أن تقوموا لله، انتوا بس اتفكروا، ولما تتفكروا اتفكروا لله تعالى، أخلصوا لله سبحانه وتعالى. أن تقوموا لله مثنى وفرادى، يعني إما أن تتفكروا جماعات، أو أن يتفكر كل واحد منكم على حدة، كما قال ابن عثيمين، وذكر ذلك أيضا الفوزان حفظه الله تعالى. يعني تقوموا لله تعالى، تتفكروا جماعات، تقفوا مجموعة، تقولوا القمر ده حق الله، والسماء خلق الله حقت الله، والأرض والجبال و إلى آخره، كذا فكروا انتوا مجموعة، كذا اقعدوا فكروا. لما تفكروا انتوا مجموعة بتصلوا للحق، لو دارين الحق. ولا الواحد منكم براوي يفكر أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. انتوا عارفينه ولد فيكم ونشأ فيكم وعرف بالصدق وعرف صلى الله عليه وسلم بالأمانة، فإذا تفكرتم في هذه الأمور وصلتم إلى الحق، وأنه صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون
وإنما هو عاقل وآتاكم بما فيه العقل وفيه الرشد وفيه الحلم. هذه موعظة كثيرة جدا بتلقاها، لكن أبلغ المواعظ في كتاب الله تعالى جاءت في وصية لقمان الحكيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، دي موعظة بليغة، يا بني لا تشرك بالله. لو وقف لحد هنا ده نهي، يا بني لا تشرك بالله ده نهي، نهاه عن الشرك لكن أكمل كلامه بما فيه الوعظ، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فدي الموعظة هنا، إنك تنهى الزول وتبين له ليه نهيته وترهبه من النهي، تخوفه، يا بني لا تشرك بالله، يا ولدي ما تشرك بالله، ليه؟ إن الشرك لظلم عظيم، الشرك ده ظلم، ظلم عظيم. والإنسان إذا وقع في الظلم فإنه سيهلك يوم القيامة، كما سيهلك يوم القيامة كما قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. شكل أبلغ المواعظ، المواعظ في التوحيد والأمر بالتوحيد، والمواعظ في النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. يا بني لا تشرك بالله، ما تقع في الشرك. الشرك زي شنو؟ الشرك زي إنك تقول غير الله بيعلم الغيب. من تقول غير الله بيعلم الغيب ده من الشرك، لأنه من صفات الله وحده لا شريك له أنه قال: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. عالم الغيب، الغيب ما غاب عن الحواس، والشهادة، الشهادة ما يشاهده الناس ويسمعونه ويرونه إلى آخره، دي شهادة قدامك، دي ناس قدامك دي شهادة، في بنيان قدامك دي شهادة، في عربات قدامك دي شهادة، في غيب، الغيب الشيء الغائب عنك، بكرة بيحصل شنو انت ما عارف، ده غيب. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، شيء غائب عنك. فلو زول ادعى علم الغيب قال انا بعرف بكرة بيحصل شنو، ده شرك بالله تعالى. انت بتموت وين انت ما عارف، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لما زول يقول لك انت بتموت في المنطقة الفلانية، ده ادعى علم الغيب وده شرك بالله تعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الغيب ما بيعلم إلا الله. وللأسف الأشياء دي الآن موجودة قريب هنا ذاته ولا بعيد، في الفريق ده ذاته قريب هنا، مساوين كبار في السن المنطقة دي ذاته قريب هنا، يخشا يعمل الجبنة في بيت واحد، في نص الجبنة تجي الوداعية ترمي، بعد شوية تقول بيحصل كذا وكذا وكذا، والوداعية دي سمة في الشريعة عراف أو عرافة، الزول اللي بيدعي انه بيعرف الشيء بكرة بيحصل شنو وهو إلى آخره، ارموا الودع يقوموا يقولوا بيحصل كذا وكذا وكذا عن طريق التعامل مع الجن والشياطين، ويوهموا النسوان في البيوت، يقول لهم والله نحن بنعرف بيحصل كذا وكذا وكذا. وهذا كله يخالف شرع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا
فصدقوا، في رواية من أتى كاهنا أو عرافا، وفي لفظ من أتى عرافا أو كاهنا، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما كلام خطير؟ الزول اللي بيقول لك بكرة بيحصل كذا وتصدقه، ده كفر بالله، ده كفر يا ناس، ده شرك، ده بودي النار. قال الله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الله ما بوري الناس الغيب في الدنيا، وما افضل من الناس يعلم الغيب ابدا، حتى الانبياء والرسل الغيب اللي بيتكلموا به ده عن طريق الوحي، ما بيعلموا من نفسهم. شكر رب العزة والجلال، قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني الرسل ديل ذاته ما بيعلموا الغيب، إلا يجي وحي من السماء يقول لهم بيحصل كذا وكذا، يوم كذا بيحصل كذا. عشان كذا الرسل ذات لما تقرأ القرآن بتلقى إنهم ما بيعلموا الغيب. تلقى انه ابراهيم عليه السلام جاب عجل حنيف، عجل ثمين، قربوا لضيوفه، والضيوف ده الملائكه لا بياكلوا ولا بيشربوا، وما كان يعرف انهم ملائكه. لو بيعلم الغيب كان يعرفهم ملائكه. وثلاثه مسائل: موسى عليه السلام ما كان يعرفها، شكد الخضر عليه السلام قال له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. لو كان يعلم الغيب كان عرف، وما كان علق عليه. وسليمان عليه السلام وتفقد الطيرة فقال: ما لي لا أرى الهدهد، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الهدهد ما شوين، ما عارفه. نبي من الأنبياء سليمان عليه السلام، مشتجي والداعية في البيوت تغش المساوين وتخوفين وتستغل جهل الكثيرين. وأنا ورتني مرة من المحارم، ورتني الكلام ده يعني ما جبته من راسي، وقريب ناس قراب يلموا النساوين في البيت، جبنة يقول لك دي جبنة الدستور ودي جبنة الودع ودي جبنة في بلدنا دي يا ناس، بلد إسلامي، بلد يتلى فيه القرآن كل يوم الصبح، أول شيء تسمع الأذان وتسمع القرآن في البيوت، يقروا الآيات، إنه ما يعلم الغيب إلا الله تعالى. ما أنا بعمل ده دجال كذاب يكذب على الله ويكذب على شرع الله ويكذب على المؤمنين، وسيجازيه الله على كذبه في جزاء. المرة اللي بتتعامل بالوجع الواجب على توب إلى الله تعالى، دي دنيا صغيرة، بعد شوية الواحد بيموت يخش القبر، بعد القيامة بعد إما جنة أو نار. تخش النار بدراهم معدودة، بس قريشات يخشون الدنيا، المرة 50 جنيه يقول لا شوف لنا دي وين، شوف لنا دي كذا وكذا، وده من الشرك بالله. سليمان عليه السلام قال الله عنه: وتفقد الطيرة، كان عنده ملك عظيم فيه جن وإنس وريح وطير، وعلمنا يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، من كل شيء، ملك عظيم. وكان يتفقد رعيته سليمان عليه السلام، وهذا من العدل. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الهدهد ما شوين، وشوف من جنود سليمان الجن، ما في واحد من الجن قال للهدهد في المنطقة الفلانية، ما بيعلم الغيب. وهنا نبي سليمان عليه السلام براه من نفسه ما يعلم الغيب، إلا يجي وحي من السماء.
بعد ذلك قال في ثلاثة خيارات للهدهد: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. وده الإنصاف، ما قال أنا بقتله بس غاب من غير إذن بقتله بس، لا، أو ليأتيني بسلطان مبين. الزول اللي بيقول لك جيب الدليل ومستعد إنه يقبل الدليل ده فيه خير، لكن الزول المتعنت لرأيه اللي بيقول لك نحن قمنا كذي وما بنتغير وبنموت كذي، ده فيه شر عظيم جدا. قال: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، الهدهد جراجع، فقال الهدهد قال لسليمان عليه السلام: فقال أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ودي الآية دي دليل على إنه ما في غير الله بيعلم الغيب، لأن الهدهد قال لسليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به، يعني أنا عندي معلومة أنت ما عندك. ولو كان سليمان عليه السلام يعلم الغيب لما قال له الهدهد: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنت قاعد هنا في الشام أي، وأنا مشيت هناك سبأ اليمن، وجئتك من سبأ بنبأ يقين أي بخبر يقين. إني وجدت امرأة تملكهم. الهدهد زعلان غضبان، طيرة بتغضب لله تعالى، جبل بيغضب لله، أرض بتغضب لله، سماء يغضب لله، إلا البشر كثير منهم ما بيغضبوا لله بل بيغضبوا الله سبحانه وتعالى. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. قالوا اتخذ الرحمن ولدا ديل بيحتفلوا بعيد الكريسماس وبيحتفلوا برأس السنة البكرة، وناس من المسلمين بدل يخالفون ويهجرون ويذمون يشاركون في الاحتفال، يشتروا التورتة ويشتروا الكيك ويشتروا الباستا ويلبسوا الأولاد اللبس النظيف وشيلوا جن الجداد يفلقوا بيه في الشوارع، والركشة يبقى هو حمر بإيه ما بعرف وجلبطوها بألوان. وديل قالوا اتخذ الرحمن ولدا، وتجي تحتفل معاهم وراس سنة، يا ناس في سنة عندها راس وعندها عدم راس. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه. شو المخلوقات دي بتغضب لله كيف؟ تكاد السماوات يتفطرن، وفي قراءة ينفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. زول يقول لك أنا غضبت فلان ده لما قرب يتشقى، معناه ده وصل درجة من الغضب عجيبة، الأرض ذات دارت الشقة من البشر ديل. أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما محتاج. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فردا بتمشي لله براد، ما تمشي لزول تقول ليه شوف ليه الرايحة وين وهو إلى آخره. الهدهد زعلان وغضبان من حاجتين، قال إني وجدت امرأة تملكهم، دي الحاجة الأولى، إنه رجال
الأمير بتاعهم والرئيس بتاعهم مرة. إني وجدت امرأة تملكهم. حكاية الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. خلي قوم ناس كتار في بيتك ده، إن خليت الشغل للمرأة نجوب والله. عشان أبقى معاك واضح، الله قال كذي في القرآن، قال الرجال قوامون على النساء، وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال ابن كثير ولا تؤتوا السفهاء النساء والصبيان. تديها القروش في مصر بجلاف، في مصر ما عندنا في مشكله بجلاف بتاع عده، انت خدت القروش للمرض وللحاجات والايجار وهنا تشتريها لك عده المرض. لفات في الفريق دائما وجهه تشتري دكانات وتقيات، والواحد بتربي ولد على الطاعه. امام احمد عمره 14 سنه، ام مدته جراب، في وعيش ناشف، قالت له اذهب فاطلب العلم. امه مشى عمره 14 سنه، جرى هجع وعمره 40 سنه، وقد جمع من الحديث والف ما لم يؤلفه غيره من الائمه المشهورين. وجلس للفتيا بعد ذلك، جلس افتي وكذا 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 للفتوى، وتزوج بعد ان بلغ 40 سنه. والامام مالك امه قالت له اذهب الى ربيعة الراي فتعلم من ادبه وسمته قبل، فخذ من ادبه وسمته قبل علمه. وهكذا الائمه والعلماء. صفيه رضي الله عنها بنت عبد المطلب كانت ترسل ولدها الزبير مع حمزه رضي الله عنه وهو خاله ليتعلم القوه والشجاعه، وكان حمزه يصطاد الاسود، فصار الزبير ابن العوام من أشجع الناس رضي الله عنه. دي أمهات بيعلموا أولادهم على الخير، مش تعلموا على الكذب وتعلموا على كذا وكذا، وتأمر الراجل اعمل لنا وسوي لنا وتثقل عليه، تثقل عليه. ناس جيراننا عندهم كذا جيب لنا زيه، وديل عندهم ستاير جيب لنا، وفي طقم بتاع كذا جيب لنا. الهدهد قال إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. واحد. اثنين، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الشمس خلقها الله. الهدهد قال شوف النازل عقول وين؟ الشمس خلقها الله، والشمس بتجي بالنهار، بالليل ما فيش. إذا كان الشمس هي المعبود، الناس بيحتاجوا لها بالنهار بالقوة، بالليل الناس تقبل وين؟ الناس يمشوا وين؟ عشان كذا قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ النازل ما يسجدوا لله؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ نازل ما يعتمدوا على الله، ما يعبدوا الله سبحانه وتعالى، الخلق الشمس والقمر وغيره من الأشياء. فعشان كذا نحن نرجع نقول أعظم المواعظ موعظة العباد في جانب التوحيد والعقيدة، وفي جانب الشرك بالله تعالى. من الشرك دعاء غير الله سبحانه وتعالى. الراجل لما يعتر ويقول يا فلان الحقنا، والمرأة لما تعتر وتقول يا فلان أفزعنا والحقنا،
هذا من الشرك. قال الله تعالى: وما يستوي البحران. شوف الله ده عظيم كيف. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه. ده ميت طاعمة تشرب بمزاج تشرب. وهذا ملح أجاج. ومن كل من الطاعم والمسيخ من البحرين، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. شوف الثلاثة نعم دي، البحر ده الطاعم ده تشرب مويده نعمة. شوف النعم الثانية، ثلاثة نعم وخذها بفوق الفلك بتمش فيه السفينة، وبيتحد تلقى السمك، وتحت السمك تلقى الجواهر واللؤلؤ. عشان كذا قال: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. الملك لله. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. لما تخلوا الله او تتركوا عبادة الله وتسألوا غيره، قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال: غير الله ما بيملك قطمير. القطمير تشيل التمرة، تشقها، تطلع المصماصة، النواة. بين النواة والتمرة في غشاء أبيض، ده القطمير. يعني قال لك غير الله ما بيملك الغشاء الأبيض بين التمرة والمصماصة، غير الله ما بيملكه. تمشي له تسأله تلجأ له، ويا فلان ويا علان نازل مالو ما بيسألوا الله، براه وحده ولا شريك له. ليه يسألوا الأموات؟ يقولوا يا فلان وميت والله، قالوا توكل على الحي الذي لا يموت. ليه يسألوا الغائبين؟ يقولوا يا فلان وفلان في بلد وانت في بلد ثاني. ليه بيشركوا بي الله سبحانه وتعالى؟ الزول قال: يا الله نجينا، ده عبد الله وحد الله، لا نسأل الله براو. يا الله نجينا من الكروبات، ويا الله ادينا النعم، ويا الله ارزقنا، ويا الله اعمل لنا وعمل لنا من الخير. الزول اللي بيقول يا الله ويا فلان اشرك بالله، لانه ما نادى واحد. انت ما قلت يا الله ناديت واحد. لما تقول يا الله ويا فلان ناديت اثنين كده، وده شرك بالله تعالى. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك: ما تناديني أنا، ما تقول يا رسول الله، قال لك نادي الله. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الكلام مكتوب في اللوح المحفوظ، خلاص اتختم، ما يبدل القول لديه. كلمات الله تعالى مكتوبة لا تبدل ولا تغير، هذه التي ذكرت في هذا الحديث نقلها النبي صلى الله عليه وسلم
الذي قال الله عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عشان كذا قالوا الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الله سبحانه وتعالى قال لك أن ناديت غيري غيري ما بيسمع دعاءك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. هم ما بيسمعوا لكن الله قال لك النازل ما بيسمعوا لكن لو سمعوا ذاته ولو سمعوا ما استجابوا لكم. استجيب كيف؟ كيف استجيب وهو ليس له في ملك الله شيء ليس لك من الأمر شيء؟ كيف استجيبه فارق الدنيا؟ زول يموت يغسلوه يكفنوه يشيلوا أربع رجال يدفنوه بعد يدفنوه في الأرض يمشوا يعتروا ينادوا يقول لها الحقن هنا الدفنوا كيف الحقن؟ شكري قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة. أسمع الفتوى دي فتوى من القرآن. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله قال لك ده شرك؟ لو سألت غير شرك ولو المرأة سألت غير الله ده شرك؟ ولو قالت يا فلان ده شرك؟ ولو الراجل قال يا فلان الحقنة ده شرك؟ تسأل الله براو تلجأ لبراو الرحمن الرحيم الغفور الودود العليم اللطيف. يا اخي كل يوم الله بشير روحك وانت نايم كل يوم نايم والصبح يرجع عليك. هسي زول ما مفكر انه بالليل دخلت راسه تاني ما بقوم الا القيامة ولا القبر؟ ما مفكر الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. كل يوم انت بتموت ما جاب خبر تقرب تموت الموت الصورة بعدك الله تاني يحييك. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. الليله دي واحد صاحبنا اتصلت له قلت له ما تجي علي؟ قال اي والله خالص حو لقوا ميت الليله دي ذاته. فيمسك التي قضى عليها الموت. تخيل انت نايم فجاه بس تجيك ملائكه تشوف الناس اللي بينوموا وما بيقولوا الاذكار دي لحالهم كيف؟ الزول اللي بيعاين في التلفزيون في المسلسل لما ينوم ده حاله كيف؟ الزول اللي بينوم وما صلى العشاء ده يقابل الله كيف؟ الزول اللي بيشرب الخمره وينوم ويموت وهو سكران ده يقابل الله كيف؟ الناس ما بتعظم الله ما بتخاف الله. الزول ما يقوم بالليل يخد مصلايه والناس نايمه يتضرع لي الله ويلجا له يا الله انا ان غلطت يتجاوز عني يا الله انا عندي المشكله الفلانيه حل علي يا الله اغفر لي يا الله الجنه يا الله حسن الخاتمه. هل جاء لي الله يرتبط بالله؟ ما تلجا للخلق ما عندهم شيء ما عندهم شيء فما عند ضعفاء. عشان كذا رب العزة والجلال قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أسمع الآية دي كويس. يا أيها الناس يا أيها الناس ويا أيها الناس داخل فيها الأنبياء الرسل الصالحون الأولياء الشيوخ العصاة البطيع الكفار غير الكفار مش دول أي داخل في الآية دي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا ناس أنتم فقراء
يا ناس انتوا فقراء، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. عشان كده يوم ذاته بقولوا نحن عقيدتنا في الفقراء. هو انت فقير تمش ليه فقير؟ انت فقير تمش ليه ذول فقير؟ ما تمش للغني. الغني ما كريم. والله اي ذول يدعو غير الله ويشرك بالله ده ما بعرف الله. عارف انه الكون ده عنده رب لكن ما بعرفه معرفه صحيحه. ده ذول ظنه بالله سيء. يقول لك توسل، التوسل ده تتوسل لله بالعمل الصالح ما بفلان، لأن الله تعالى قال وابتغوا إليه الوسيلة في تفسير ابن كثير عن قتادة، الوسيلة أي توسلوا إليه بطاعته، قرب لله بالطاعة. يا الله أنا صليت لك أرحمني، يا الله أنا صليت لك نجيني من الكربة دي، ده التوسل الصحيح، تتوسل لله بالطاعة أو بأسماء الحسنى وصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وشوف أي ذل اقرأ القرآن بلقى إنه الله بيغضب لما الذل يقول كلام ويخالفه. لما انت تقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا الله نحن ما نعبد إلا أنت، وكان جاتنا حاجة ما بنستعين إلا بك أنت، تقوم تجي تخالف الكلام ده وتخالف غيره. الله قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك هذه أعظم المواعظ، أن يوعظ العباد بالتوحيد، الطفل من الشرك إنه يعلق له الحجبات ويعلق له الكمون. ده في نساوينا موجود، المرأة الله يديها طفل زول تلقاه يسافر من هنا ليه لندن عشان طفل، وبرضو الله ما يديه، ويسافر من هنا للأردن داير طفل الله ما يديه، وانت ولا تسافر ولا يجي في بيتك الله يديك جنة، والمرأة تلد والله ييسر لها الولادة ثم السبيل يسره يمرقك للدنيا. بعد الله نجاه من الكربة دي كان ممكن تموت، بعد ده بعد أيام تشيل كمون تلفه في حبل وفي خيط تربط للطفل في رقبته. يا مرة ده شنو؟ والله أخذ من العين بيحفظ الطفل ما بيحفظه، ما في كمون بيحفظ. أيوة أخونا هذا جماشي بالطريق قال لك العين بتقد الحجر، جزاك الله خير. وكمون شنو بيحفظ من العين؟ والزول بيبيع كمون، أي حرام يسرق شوال الكمون ذاته. كمون بتاع شنو بيحفظ من العين يا أمة؟ اللي بيحفظ من العين الله سبحانه وتعالى. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال سبحانه قل لن يصيبنا
إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا اللي بيتولاك الله واللي بيحفظك الله. ما دعلك حجاب ولا دعلك كمون ولا تحلف في غير الله ولا تقول وحات جناي ولا وحات الزادة ولا وحات أبوي ولا 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 ولا. ما تعتقد العقائد المخالفة للشريعة. الناس أي شيء بيقولوا يعتقدوا فيه، السفنجة مقلوبة يقول لك عدلة عدلة، خايفين منها. الكتاحة تجي خايفين، ولك محمد معانا ما تخشانا، كذب. الرسول عليه الصلاة والسلام ما بجوز تقول اسمه في حاجة زي دي وتكذب عليه. جات ريح آي، أسأل الله يديك خير ويكفيك شر. وشركيات وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى كثير جدا، فهذه أعظم المواعظ. لو الزول يا ناس لما يوعظوه بيعمل بالخير وبيعمل بالحق، أي الله بدي أربع فوائد نختم بها إن شاء الله تعالى. ذكر الله تعالى من فوائد الانقياد لأمره سبحانه وتعالى إذا وعظ العباد بموعظة، فإنهم إن سارعوا بالانقياد لهذه الموعظة والاتعاظ بها، فإن الله تعالى يمن عليهم بفوائد، وهي أربع فوائد كما في هذه الآيات كما ذكر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره. الفائدة الأولى أنهم يصيرون من الأخيار، وأن من صفات أهل الخير الانقياد لأمر الله تعالى، وأنهم ينجون بهذا من أن يكونوا من الأشرار، وأنه يؤول أمرهم إلى الخير. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. الزول الدار يبقى من الأخيار، أي طوالي قالوا لي الله قال كذا سبحانه وتعالى، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، طوالي إنقاذ لأمر الله تعالى، ده بيبقى من الأخيار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ده من الخير. اثنين، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، الثبات. والإنسان محتاج للثبات في مواضع، محتاج للثبات في الدنيا على الحق لأنه في متغيرات كثيرة جدا، ولأنه في شهوات وفي شبهات، محتاج للثبات في الدنيا على الحق. شكر الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اثنين، الثبات وقت الجهاد، عند الجهاد وثبت أقدامنا، انت محتاج للثبات. ثلاثة، الثبات عند الموت، محتاج للثبات في الموت لأنه أول مرة تشوف ملائكة نازلين عليك وتشوف أهوال والدنيا تضيق بك والنفس الضايق والأهل ماشيين وجايين وخلاص دي لحظات النهاية في الدنيا، والتمارك ماشي للدار الآخرة وماشي لدار انت ما عارف الله قبل عملك ولا ما قبل، هل السيئات اللي انت عملتها الله غفرها ولا ما غفرها لك، انت خايف في الموت، الله بثبتك في الوقت داك. ومحتاج للثبات في القبر،
رانو تخش القبر وحيد. براك بالليل كنت بتضحك وتهزل مع الاولاد وهو الى اخره، فجاه الصباح تلقى نفسك جوا حفره، متدخلوك حفره، وفي الحفره يجوك ملكان او سؤال. السؤال ده محتاج تثبيت من الله سبحانه وتعالى. فكذا قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والموضوع ده خطير، انت لو دار تعرفه خطير بس اقرأ القرآن ده، اقرأ آيتين بس كذا، خلي باقي القرآن بس اقرأ آيتين. الآية الأولى قال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. لما تتفكر في الكلمات دي، انه انت مشتهي اشياء وفي حاجز بينك وبين الاشياء دي، زي الزول اللي في النوم بيحلم انه ساكي وكلب وما قادر يجر، وبيحلم في النوم انه شايل سكين دار يطعن ولده وما قادر يقيف، هو في النوم حلمان لكن متألم ما قادر يقيف. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، واحد. اثنين، آية في سورة الأنعام ذكرها ابن كثير، ذكرها ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين، إن الزول اللي بتجيه الأوامر من الله تعالى والنواهي وما بينقاد ليها من أول مرة، ده قال لك في الموت بيكون عليه خطر إنه يموت سوء خاتمة. واستدل بقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. عشان كده رب العزة والجلال قال عن أهل الإيمان وعن أهل الصلاة وعن أهل المساجد: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهنا قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. السبب كما لم يؤمنوا به أول مرة، لأنهم جاءون الحق وما قبلوه أول ما جاءون. فإنت لو جاك الحق وقبلته طوالي، ده من أسباب الثبات بعدين في القبر. والإنسان محتاج للثبات يوم القيامة، لذلك اليوم الذي تزل فيه الأقدام، محتاج للثبات في الصراط. والصراط جسر فوق جهنم، قال الفوزان في شرحه لشرح السنة للبربهاري: قال الصراط جسر فوق جهنم، قال أرق من الشعر من سبيبة الشعر، وأحر من الجمر تحت جهنم، وأحد من السيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: به خطاطيف وكلاليب، أي كشوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم. وقال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال: فمن الناس من يمر على الصراط كالبرق، كالبرق، ومنهم من يمر، ذكر أنواعا من الناس، كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كراكب الإبل، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم 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 إلى أن قال: ومنهم من يزحف زحفا، أي في الصراط. كان الله داير يثبتك، داير الله يثبتك في الصراط وتنجو بعدين، أي يعني هذا جسر تحت جهنم، ومسافته ما من هنا للجزيرة، ولا من هنا لأمريكا، ولا من هنا للسعودية، ولا ولا ولا،
مسافته بين ظهراني جهنم، جهنم قدر كيف، وينصبوا الصراط ده وتمش فيه عشان تدخل بغادي الجنة. وفي صحيح مسلم ورسول الله ونبيكم عند الصراط يقول ربي سلم سلم، انت بتمش هناك في الصراط ده تمش فيه، كان دار تنجو اي طبق الاوامر، لما يجيك امر من الله طبقه يعني انقاد له، واجتنب النواهي، وحد الله، اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت محتاج للثبات في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. ثلاثة، وإذا لاتيناهم من لدنا أجرا عظيما، من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما، الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وتشوف أي شاء الله يقول لك في القرآن سبحانه وتعالى يقول لك عنه عظيم، معناه الشدة عظيم جدا. ممكن طفل يقول لك الشدة عظيم والطفل يكون نظرته لأنه عظيم، هو ما عظيم. وممكن الفقير يشوف له مال يقول هذا مال عظيم، لكنه لأنه فقير وما عظيم المال، لكن لأنه هو فقير نظرته كذا. لكن الله العظيم سبحانه وتعالى لما يقول لك الشدة عظيم ده فعلا عظيم، ما عظيم بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لا يتعاظمه شيء، لكن عظيم بالنسبة لك انت. يقول لك العذاب ده عظيم معناه ما بتقدر عليه، الأجر ده عظيم معناه أجر كبير وأجر واسع وفضل عميم. أربعة، قال ولهديناهم صراطا مستقيما، أي يوفقك الله تعالى للهداية إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم فيه أصلان، توحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. دار تستقيم أي وتكون على الهداية أي توحد الله وتتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالإنسان يكون على الصراط المستقيم، من الأسباب التي توصله إلى الصراط المستقيم الانقياد لأوامر الله والاستفادة من مواعظ الله سبحانه وتعالى. في ختام هذه الكلمة أنبه إلى حرمة الاحتفال برأس السنة، لا يجوز في شرع الله الاحتفال بهذا العيد ولا بغيره من الأعياد إلا عيدين، الفطر والأضحى، دي أعياد المسلمين، تالي ما عندهم عيد، ما في عيد سنوي. التالت ده بقوله الجمعة، الجمعة دي كله أسبوع، لكن العيد المعروف عيد الفطر والأضحى، ما في عيد تاني، ما في حاجة اسمها رأس السنة ولا السنة الهجرية ولا الاستغلال ولا عيد الثورة ولا اليوم الوطني ولا عيد الحب ولا عيد الكريسماس، ما في أعياد زي دي في دين المسلمين وفي شرع الله سبحانه وتعالى، بل هذا كله فيه تأثر وتشبه بأهل الكتاب الذين غيروا وبدلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع،
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، أي فمن غيرهم؟ ما بجوز تحتفل وفرحان وشايل لك حاجات وماشي جم شارع النيل وديل بيجاي يمشوا راس يمشوا راس سنة ماشيين وين؟ البحر، واحدين الساحة الخضراء، واحدين وين؟ عفرة، عفرة برضو فيها محل، المهم لخبطة كلها. ما بجوز في شرع الله تعالى. اقعد في بيتك، كانت جزو ليك اقعد في بيتك، سبح واستغفر واقرأ قرآن، ما عشان عيد، لأنه ده يوم عادي زي باقي الأيام، ما في شيء. وابعد من الملهيات دي، والله الله بيسألك يوم القيامة، بيسألك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وناس بيمشوا الصلاة، فنانين شغالين حفل بمناسبة رأس السنة وحفل بمناسبة يوم واحد واحد، ما بجوز في شرع الله سبحانه وتعالى. واجب على الناس أن يتوبوا إلى الله وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا إليه. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام.